محتاجة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي صار بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيب، الأماكن كلها مش سجلك. السلام عليكم، معكم شيماء الرقاص من مدينة طنجة، بنت الشمال، فنانة صاعدة. بداية ديالي بديت كأي فنان عنده أحلام عنده طموح، كيبدا يغني مثلا في أي بلاصة، في الساحة ديال المدرسة، في بزاف د البلايص، يعني كيكون كيعطي داكشي اللي عنده. وبديت شوية بشوية. اول اغنيه لقت نجاح هي اغنيه خليت لك الله، من كلمه الحان انوار مقدور، كنوجه له تحيه كبيره. لقت نجاح كبير، تعرفت بزاف في دول الخليج، ناس كت يعني ناس تما كيوصلوني الفيديوز باللي كيشعلوها بزاف في العراسات وفي الحفلات ديالهم. لقت نجاح كبير الحمد لله. صعوبات اللي واجهتني، صعوبات اللي واجهتني وباقي كنواجهها، هي يعني فاش كتبغي تخدم اغنيه كتلقى شويه العراقيل. ريان، ملي كنقولوا شاب ريان طبعا كنوجه له تحيه كبيره، لانه واحد الفنان غزال طيب القلب، الله يعمره سلعه. ديوج معني به، هي اغنيه كانت ديالي، اغنيه كانت ديالي، ومن بعد سمعها هو وقال بلي شيماء انا كيعجبني الصوت ديالها وانا غادي نخدم مع هاد الاغنيه، فجا ديك شي صدفه وتكمل دي. بالعكس انا راه كنغني كلشي، انا كنغني، نقدر نغني الشرقي، نقدر نغني اصاله، كنغني مغربي، كنغني بزاف د الحاجات فهمتي. غير مؤخرا ملت من الراي، لان الراي عطيت فيه بزاف، والفيديوز اللي كنعمل ديال الراي كيبغيوهم الناس كثار، كيقولوا لنا شيماء بغينا نسمعوك في الراي، شيماء بغينا نسمعوك في الراي، شيماء بغينا نسمعوك في الراي، فكملت في ديك الطريقه هذيك. ولكن ان شاء الله كاين اغاني مغربيه قريبا غادي نصدرها. كيشرفني انني نخدم مع المغاربه كاملين، فنانين المغاربه كاملين، لانهم تبارك الله يعني قدموا بالاغنيه المغربيه وزادوا بها القدام. ولكن حاليا ما عنديش فنان يعني اللي نقدر نخدم معاك، نركز على راسي ومن بعد نشوف الفنان اللي نقدر نعمل معاه ديو. كيعجبني دوزي، كيعجبني ايهاب امير تبارك الله عليه، واحد الفنان غزال. كيعجبني يعني في الراي كيعجبني شاب مامي، خالد، رزقي، عمرو، يعني هادو من الاوائل اللي قدموا الاغنيه ديال الراي بصيغه زوينه. والفنان طبعا راه كيعمل كل شيء، الفنان يعني ماشي ضروري غيبقى غير يغني، ولا الممثل غيبقى غير يمثل. بزاف يعني المغني ملي كيكون يخرج فيديو كليب طبعا راه كيمثل فيه، التمثيل يعني كيكون قريب ماشي شي حاجه بعيده، ان شاء الله علاش لا. جديد ديالي ان شاء الله قريبا من توزيع عمر نجيب، من اخراج ان شاء الله كنقول حمزه الملاحي، من الانتاج ديالي. اغنيه شويه ميلاً للراي مودرن، راي جديد يعني، فيها اصوات جدادين، فيها توزيع جديد طبعا يعني بالطبع ديالي. الله كاين مهرجانات، كاين حفلات، اللهم يسر يكون خير ان شاء الله يا ربي. كلمة الأخيرة كنشكر لسات تيفي على الاستضافة ديالهم، وشكرا بزاف متتبعين ديالي، وشكرا للطاقم التقني، وليلي خطيكم.